تتواصل جهود الإنقاذ من السلطات والأهالي. قوات الإنقاذ التابعة للجيش المصري نجحت في إزالة بعض الكتل الصخرية الضخمة وفتح عدد من المنافذ للوصول إلى المنازل المنكوبة، في حين استخدم الأهالي الفؤوس البسيطة على أمل العثور على ذويهم تحت الأنقاض. عمال الإنقاذ تعرضوا لبعض المواجهات من السكان الذين رفضوا استخدام الأجهزة الضخمة في عمليات الإزالة. حدفوا عليهم طوب جامد وكده، فطبعا الناس اللي كانت من الامن ومن الدفاع المدني اللي كانت تطلع في الناس ديت خافوا. حضرتك شايف الخواتيم قد ايه، مسافتها قد ايه؟ على بالي يعني تعبنا على بال ما فردنا ووصلنا تحت عند الموقع وبعدين لميناها تاني، حتى يعني الاهالي مثلا المفروض ان احنا عمل انساني جايين نساعدهم وكده، يعني المفروض مثلا ايه، المفروض ما كانش يحصل منهم كده يعني خالص. بعض الاهالي تجمهروا غاضبين مطالبين الحكومه بتوفير مساكن بديله لهم ولعائلاتهم بعيدا عن المناطق العشوائيه. المساكن جايبه من اول هنا لحد المقطم فاضيه وبتسترق ومش راضيين يسكنونا، وكل ما ننزل يشتكوا له عضو مكانكم لما نجي لكم. 5 سنين والله مقدمين على الشقه ولا حد رامي يدينا شقه، وكل ما نيجي نقول تعالى شهر 8 تعالى شهر 7 تعالى شهر 9 ولا اي حاجه، وشقتنا كلها متشرخه. اخرون انتقدوا قرارات التسكين في تلك المناطق رغم خطورة الحياة فيها. الناس المدفونة الغلابة اللي هي دي، أنا ليه من الأساس ما قلتش كحي منشيط ناصر أو رئيس حي منشيط ناصر اللي بيقولوا اللي من المفروض لما تيجي الناس دي تبني، لما تيجي تبني في مكان دوت، ليه سبتهم لما بنوا؟ ما نقول لهم الحتة دي خطأ. النائب العام المصري كلف فريقا مختصا لتحديد الأسباب الرئيسية وراء الانهيار الصخري، بعدما تردد عن أنباء حول ضلوع شركة مقاولات بمحاولات لتهذيب حافة الجبل وانتشار الأنباء عن أسباب أخرى تتعلق بمشروعات للصرف الصحي ومياه الشرب. وتحاول الشرطة المصرية إقناع أصحاب البيوت المجاورة بتركها لخطورة وجودهم فيها لحين التأكد من سلامة الموقع. الانهيار الصخري لجبل المقطم يعتبر رسالة هامة لأهمية المراجعة والتقييم لظاهرة العشوائيات التي أصبحت سمة سلبية من سمات المدينة المصرية. أحمد عثمان، العربية، القاهرة.